أول قبل ما نبدأ يعني تعالى نرجع كده الأول، مراجعة كده سريعة زي ما بيقولوا. أول حاجة، الدايرة كلها بكام؟ يا مجموع مس قياسات الدايرة، مجموع ثانية قياسات الدايرة إيه؟ خلاص نفتح الشرايح، بس أنا الأول هسمع كل حاجة. تمام يلا جاهز؟ ثانية واحدة افتح المنوفية تمام الشرقية قصدي تمام ماشي. طب هراجع الأول، مجموع قياسات الدايرة كلها كام؟ ها؟ قاسة الدايرة 360 طب لو جيت سؤال كده بيجي لك يقول لك الزاوية المحيطية المرسومة في نص دايرة بكام؟ المحيطية في نص دايرة بكام؟ المحيطية في نص دايرة ب 180 لا، المحيطية في نص دايرة، هي نص الدايرة أصلا 180. أنا عايزة بقى الزاوية المحيطية المرسومة في نص دايرة بيبقى بكام؟ محيطية مرسومة في نص دايرة يعني كأني بقول لك نص المية وثمانين. ايه نص 180 90 كام؟ بس يبقى الزاوية المحيطية المرسومة في نص دايرة أقول له ب 90. 90 يعني نوعها إيه؟ قائمة نوعها إيه؟ طب قائمة المحيطية بتساوي قائمة قد إيه من المركزية؟ المحيطية بتساوي قد إيه من المركزية؟ نص المركزية طب بتساوي قد إيه من القوس؟ نص الكوش طب الزاوية المماسية بتساوي قد إيه من المحيطية؟ قد المحيطية يبقى بتساوي المحيطية. برافو عليك. طيب لو جيت بقى سؤال يجي يقول لك عايز طول القوس، ليه قانون طول القوس؟ ايه هو القانون بتاعه؟ طول القوس كان اللي هو قد المركزية لا، كان طول القوس اكتبوها كده بيساوي قياس القوس كله، يعني لو مديني القوس بقول قياس القوس على 360 في محيط الدايرة اللي هو 2 باي نق. شفت استنى كتاب الامتحانات اللي معاك ده؟ في من ورا 4 صفحات فاضيين مكتوب عليها مذكرات. كتاب الامتحانات اقلب من ورا هتلاقي فيه صفحات فاضية، اكتب لي فيها الحاجات دي في كتاب من ورا خالص. لا ما فيش عندي لا، في من ورا خالص، اخر اخر ورقتين. افتح كتاب شرايح وابدا. الامتحان له لا، اخر ورقتين خالص بيبقوا فاضيين خالص، لا ما فيش مش موجودين. ماشي، عشان كان نسخه جديده. طيب على جنب كده في اي حته او في الكشكول. كشكول اهو ماشي، طول القوس بيساوي ايه؟ طول القوس يساوي ايه قياس القوس على على طول 360 في محيط الدائرة، في اتنين محيط باي الدائرة 2 باي نق. باي نق. طب لو أنا عايزة مساحة الدائرة، هي مساحة الدائرة بتساوي إيه؟ مساحة مساحة الدائرة الدائرة تساوي إيه؟ إيه؟ امس تحت الدايرة بنقول باي نق تربيع. باي نق ايه؟ باي نق تربيع. اتفقنا كده؟ تمام
طيب بصي يا عم بقى، في تمرين مشهور لازم يجي سؤال من دول، ده لو تقاطع داخل، ده لو تقاطع خارج. يجي الرسمة ممكن تيجي على السؤال، ممكن يجي عليها ايه؟ ده التمرين المشهور، لو مديني الأقواس اللي بره، يعني مثلا ده ب 100 وده ب 50، وطلب منك هنا الزاوية اللي في النص، يعني هنا طالب منك زاوية ولا جايبها لك؟ ها؟ طالب كده طالب منك الزاوية صح؟ لما يطلب مني الزاوية بقول نص في مجموع القوسين، يبقى نص في مجموع الايه؟ نصف في مجموع القوسين. ليه؟ عشان تقابله داخل الدايرة مش خارج الدايرة. طب هم مجموع القوسين كام؟ هتجمع كام زائد كام؟ 100 زائد كام؟ 100 زائد كام؟ 100 زائد كام عندك؟ زائد 50. بس يبقى نص في مجموع القوسين اللي هو القوس ده زائد القوس ده. طب لو تقابله خارج وعايز الزاوية اللي بره، مثلا دي زاوية ألف، نص طب نص في فيه، نص. بس يبقى نص فيه طرح القوسين، يبقى هنا طرحهم، يبقى أقول 100 ناقص 50. اتفقنا كده؟ طيب لو هنا بقى اديتك ان اللي جوه دي اصلا ب 75 مثلا او ب 70، واللي بره دي ب 50 وعايزه القوس ده، بعمل ايه؟ لو مديني الزاويه، لو مثلا مديني هنا جيب 30، لو اداني الزاويه بعمل ايه؟ لا انا بضرب الزاويه في 2، بضرب الزاويه في كام؟ اثنين يعني هضرب هنا 75 في 2 ب 150، بعد كده اشيل ال 150 دول، اشيل منهم ال 50، يبقى 150 ناقص 50. نفس الكلام هنا، لو مديني الزاوية يبقى برضه بضرب في كام؟ ها؟ بضرب في كام؟ نص في طرح قوسين. لا مش هينفع اقول نص. ليه؟ لان هنا مديني الزاوية، طالما مديني الزاوية يبقى لازم اضرب الزاوية في كام؟ اثنين بص يعني انا لو اديتك كده مسألة زي كده، قلت لك جيب 30، اللي جوه جيب 30 وده ب 100 وعايزه ده، انا هعمل ايه هنا؟ انا ما عنديش اصلا القوس ده، فازاي اقول نص في طرح القوسين؟ ما عنديش اصلا قوسين، ما عنديش غير قوس واحد، فانا هاخد الزاويه دي اضربها في كام؟ اثنين يبقى اضرب 30 في 2، 30 في 2 بكام؟ ستين بس يبقى اقول 100 ناقص 60، 100 ناقص 60 عشان يديني القوس ده. اتفقنا كده؟ طيب عندك لو تمام. دائرتين متمسكين من الخارج، ميم نون بتساوي ايه؟ ولو متمسكين من الداخل، ميم نون بتساوي ايه؟ من الخارج بتسمي نون طرح لا خارج بتبقى ميم اهي ونون اهي، ميم نون بتساوي يبقى الجمع. من الداخل طبعا. يبقى من الخارج بتساوي الجمع. طب هنا من الداخل ميم نون بتساوي الايه؟ بتساوي الايه؟ الطرح خلاص كده اتفقنا. طيب يلا بينا برضو، هراجع برضو واحنا شغالين، هفضل اسال. يلا افتح لي الصفحة بتاعت محافظة الشرقية. يلا اول سؤال، يلا سلام. يلا بسم الله. يلا بسم الله نبدأ. مشكلتك ان انت بسم فاهم الله. بس ما بتطبقش كتير، دي المشكلة عندك. يلا اول سؤال بيقول لك ميم ونون دايرتين متماثلين ليه؟ ميم ونون دائرتين متماستين من الخارج، طول نصف قطريهما 7 سنتي وثلاثة سنتي، فإن ميم نون تساوي سبعة من الخارج من لسه قايلين ثانية من الخارج يبقى زائد ماشي، من الخارج يبقى زي. يبقوا 10. برافو عليك، أول إجابة صح، 10 صح. يلا السؤال اللي بعد، مديك أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب، طول ضلعي القائمة فيه كام؟ 6 وكام؟ يعني مثلث قائم، قائم اهو، واحد كان ب 6 في وواحد 6 مرسوم سنتي ماشي،
و8 سنتي مرسوم داخل دايرة. هو كده مديك دراعية القائمة كده، اداك وتر ولا ما اداك، ولا مش اداك وتر؟ الوتر اللي هو ايوه اديني وتر. لا فين الوتر ده؟ بيقول لك دراعية القائمة. لو جينا بص، لو جينا نرسمها، بص لو جينا نرسمها، برسم دايرة كده اهي، وارسم اهو ده كوتش، وادي ارسم اهو مثلث مرسوم فيه قائم، يبقى هنا دي جيم مثلا، ودي الف، ودي ب، ده 1 ب6 وواحد ب8. لازم اجيب ده. طب اجيبها منين؟ من نظرية فيثاغورس ايه؟ فيثاغورس طب نظرية فيثاغورس هنا ده اللي ناقص، ده ضلع ولا وتر؟ ضلع. فين الضلع؟ ما قدام الزاوية القايمة. إذا كان هو أصلا نديك دلعي القائم وتر يبقى وتر. ده وتر. وتر بنجمع ولا بنطرح؟ الوتر بنجمع طب ماشي، يلا اجمع، يلا قولي هتجمع كام زائد كام. يلا ستة زائد ثمانية. لا كده مش نظرية فيثاغورس، نظرية فيثاغورس بيقول لك مربع، يبقى لازم اقول 6 أس كام؟ ستة أربعة مربع. تساوي كام؟ ثمانية ستة اتنين يبقى 12. 12 6 أس 2 زائد وأربعة 8 أس 2، 6 مش ب 12، 6 في 6 ب 36. 8 ستة وتلاتين وثمانية ثمانية ستة وتلاتين زائد بمية. ب100. بعد ما نجيب ال100 بنجيب جذر الايه؟ جذر ال100 كام؟ جذر المية. جذر المية العشرة ماشي، يبقى القطر كله ب10. طب يبقى نص القطر بس، يبقى جيب كام وجيب كام؟ بتمانية خمسة خمسة. 5. هو عايز بقى مساحة الدايرة، احنا لسه قايلين القانون بتاع مساحة الدايرة. مساحة الدايرة بيساوي ايه؟ باي ايه؟ باي ناقص تربيع. باي نق تربيع. هو منزل لك باي زي ما هي، يبقى انا هضرب نق في نق. طب هي نق بكام؟ ايه نقل هي نقل كم ناقب نصف بخمسة. بس يبقى تضرب 5 في ايه؟ خمسة بمية بخمسة بخمس بس 5 في 5، 25. بس يبقى 25. يلا السؤال اللي بعده. إيه ألف ب ج د الشكل الرباعي دائري فيه ناق زاوية ألف بتساوي 110، فإن ناق زاوية ج بتساوي كام؟ عايزين قياس زاوية جيم على طول. يلا مشاكل الرباعي ده جيم ايه؟ قايلين بالشكل الرباعي ده ايه؟ كل زاويتين ايه؟ متقابلتين متكاملتين طيب يلا عايز جيم.
يعني ثانية، أو جايب لي هنا إنه ألف بكام؟ ثانية واحدة، جايب لي ألف 110، يبقى ب 110 بـ70. بس طب انت بتفكر ليه؟ ليه التفكير ده كله؟ ما احنا لو رسمناها ألف ب جيم دال، هو جايب لك ألف عايز جيم قصادها، خلاص اتفقنا؟ يلا السؤال اللي بعده بيقول لك متوازي ايه؟ ده تراكمي، خلي بالك لازم يجي لك سؤال تراكمي ماشي؟ متوازي أضلاع، طولة ضلعين متجاوزة العين فيه كام وكام؟ سبعة وكام؟ 7 و5. مديك الارتفاع الأكبر، عايز المساحة. أولا مساحة المتوازي بتساوي القاعدة في الارتفاع، بس هنا في علاقة عكسية، مديك هنا الارتفاع الأكبر، يبقى تضربه في أنهي قاعدة؟ ثانية، متوازي طول بالعين. دايما نبقى عارفين كده، بنضرب القاعدة الكبيرة طالما أكبر يبقى اضربه في أنهي ارتفاع أكبر، يبقى اضربه في أنهي قاعدة؟ 7. سبعة. ألو، بص يا عسل، أولا متوازي الأضلاع يبقى عندي ارتفاعين وقاعدتين، يبقى عندي كام ارتفاع؟ 2. يعني كده نقسم لك الارتفاعين اهو، يبقى ده ارتفاع وده ارتفاع. بص هو مديك قاعدتين، واحدة بـ7 وواحدة بكام؟ بـ5. بيقول لك لو اداك الارتفاع الأكبر يبقى في علاقة عكسية، لو اداني الأكبر أنا هضربه في الأصغر، يبقى الأكبر هضربه في الإيه؟ في الأصغر. الأصغر. مديني الأصغر كنت هضربه في الأكبر، طب هنا مديني الأكبر الارتفاع الأكبر، يبقى أنا هضربه في أنهي قاعدة؟ في القاعدة الكبيرة ولا الصغيرة؟ يبقى في علاقة عكسية، يبقى الأكبر الكبير. يبقى في الأكبر، لا ما في ينفعش، بقول لك الأصغر. علاقة، بس بقول لك علاقة عكسية، ده كنت بتاخدوا الكلام ده السنة اللي فاتت، أكبر ما ينفعش أضربه في أكبر، لا ارتفاع أكبر يبقى أضربه في القاعدة الصغيرة، يبقى نبقى عارفين كده، اكتب كده الارتفاع الأكبر في القاعدة الأصغر، القاعدة مين؟ الأصغر. التراكمي. طب لو اداك الارتفاع أصغر؟ ثانية، القاعدة ده المتوازي ماشي؟ متوازي الأضلاع. طب لو اداني ارتفاع أصغر يبقى اضربه في قاعدة كبيرة، أكبر. قاعدة في القاعدة الكبيرة، اتفقنا كده؟ طب تعالى نرجع لسؤالنا، سؤالنا سهل، انت هتضرب رقمين في بعض، بس هي الفكرة كلها هتضرب مين في مين؟ يعني هنا مديك الارتفاع مين؟ معاك الأكبر ماشي، مديك الأكبر هتضربه في مين؟ هتضرب 6 في كام؟ 6 بـ7 بـ5. بس يبقى 6 في 5. طب اشمعنى خدنا الـ5 عشان هنا مديني ده الأكبر، يبقى 6 في 5 6 بـ5 بـ30. بيوالي. يلا السؤال اللي بعده، قياس الزاوية المحيطية تساوي زاوية نقط قياس الزاوية المركزية المشتركة معها في نفس القوس. مش محتاجة، هي خطوات على طول، الحل في صفر. ثانية واحدة، نص. بس كده، ما بقولك مش محتاج. يلا لما هنا فاكر لما كنا بنقول لو ألف تقع خارج يبقى هنا ميم ألف هتبقى أكبر من نق ولا أصغر من نق؟ لو خارج خارج ثاني أكبر، أكبر. طب لو داخل، أصغر. طب لو على الدايرة قدها، خلاص كده. طب يلا نحل السؤال ده، هو هنا بقى مش مديك نق، لازم نجيب نق،
وهنا مديني المحيط. طب احنا لسه قايلين المحيط، المحيط بيساوي كام؟ لسه قايلين قانون المحيط، المحيط بيساوي محيط الدايرة. المحيط كان بيساوي المحيط الارتفاع، لا محيط الدايرة 2 باي ايه؟ اتنين باي نق، اتنين باي نق. المفروض ده كله بكام؟ ب 12. اهو هو كاتبه لك 12 باي، هتشيل مين مع مين؟ اتناشر باي شيل ايه، اتناشر باي شغال، ما خمسة هتشيل باي مع مين؟ اه اكتر بنشيل باي مع مين؟ باي مع باي، بس يبقى انا يبقى 2 نق ب 12. طب انا عايزه نق بس، يبقى تقسم على كام؟ اسمع الاثنين بس يبقى نق بكام هنا؟ نقب هاي بأربع بست، لا نق كده بتساوي 6 سم. طب هنا مديك ميم الف ب 5، يلا قولي هتبقى واقعة فين هنا؟ ألف بخمسة يبقى شوف ميم ألف أقل من نق ولا أكبر من نق ولا قد نق؟ أكبر من نق، ميم ألف أهي بكام عندك؟ ميم ألف ركز شوية، ميم ألف عندك بكام؟ بخمسة يبقى أصغر يبقى موجودة فين؟ جوه الدايرة، يعني ايه اختار ايه انا؟ داخل داخل داخل. لو مذاكرين بقى هنحل على طول، مش هنحتاج الوقت ده كله. يلا نبدأ بالسؤال اللي بعده، افتح الكشكول. يلا احنا المفروض هنعمل معطيات مطلوب برهان، صح؟ احنا هنحل هنا على طول. خلاص رقم بس السؤال رقم 2. يلا هو طالب منك هنا قياس زاوية ألف، عايز ألف، هتجيبها ازاي هنا ألف؟ طالب منك ألف، هنجيبها ازاي؟ ألف إيه هنا، طب هنشوف بس في الأول نحل مسألة منتصف ألف ماشي. بهم اللي هتبدأ بيه، احنا لازم نبدأ بأول الكلام اللي هو كاتبه ده عشان هو أصلا بداية الحل. هو بيقول لك إيه؟ ألف ب ألف ب منتصف مش ثانية ألف، مش ألف ب، اسمها دال. فين ألف ب؟ ألف دال دال أنت نصف بتكتب فين؟ أنت بتقرأ فين؟ مش هو ده مش السؤال أهو؟ فاهمة، مش ده السؤال التاني؟ أيوه طيب ماشي، مش هي الرسمة دي قدامك؟ أيوه طب ماشي، ما هو فين ألف دال؟ احنا هنكتب دي أهي، دال منتصف مين؟ ده المنتصف ألف ب يبقى ميم دال. أو و أولا بعد ما أكتب الجملة دي، طالما دال منتصف ألف ب، يبقى ميم دال عمودي على مين؟ عمودي على ألف ب، لازم أكتبها. يلا ابدأ كده خطوات واحدة واحدة. بأول حاجة نبتدي دال منتصف، هنبدأ كده دال منتصف. اه هي دال واقفة على مين يا ميس؟ واقفة على ألف ب. اه يبقى منها ألف دال، ميم دال عمودي على مين؟ ألف ب على ألف ب، على ألف ب. دي كده رقم واحد، صح كده؟ طب الناحية التانية قايل لك اهو، ميم هي عمودي على مين؟ ميم ه عمودي على ميم ه عمودي على ألف ج، عمودي على الألف أهو، كتبتها رقم 2. بص أنا بكتب كل جملة في سطر إزاي عشان أنت بتعملهم لي كلهم في سطر واحد. بص أنا كاتبة خطوات إزاي كل جملة في سطر. طيب يبقى هنا ميم دال هيساوي ميم إيه؟ يبقى ميم ميم دال يساوي دال إيه؟
بيساوي ميم ايه؟ بيساوي ميم ه. طب يبقى انا كتبت كده ميم دال بتساوي ميم ايه؟ طب الابعاد متساويه، يبقى لو ترملها ثانية متساوية برضو. إيه؟ فين بقى فين بقى الاوتار اللي هو مين؟ مين اللي واقف عليه ميم دال؟ يعني ميم دال واقف على مين؟ ميم ده ألف ب يبقى ألف ب بيساوي مين؟ ألف ب بيساوي ألف ج. برافو عليك، ألف ب بيساوي ألف ج. طب طالما ألف ب بيساوي ألف ج، يبقى المثلث ده نوعه إيه؟ متساوي لإيه؟ ساقين يبقى قياس زاوية مين بتساوي قياس زاوية مين؟ قياس زاوية ألف ب بتساوي أي ألف ج. لا، قول لي زاوية واحدة بس، يبقى قياس زاوية ب. أيوة ه بتساوي د. لا سيبك من هي وده البخص، احنا هناخد المثلث الكبير. مش احنا قلنا في المثلث الكبير اللي هو ده، قلنا أ ب بيساوي أ ج، أيوة صح كده؟ يبقى قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية، جيم جيم بس يبقى اكتب له كده، يبقى أ ب بيساوي أ ج. كتبتها؟ ألف بي بيساوي ألف جيم. كتبت الخطوات اللي قبلها؟ أيوة طيب يبقى قياس زاوية مين بتساوي قياس زاوية مين؟ ألف جيم. ألف ب بتساوي ألف ج. يبقى قياس زاوية مين بتساوي قياس زاوية مين؟ ألف بتساوي ألف. لا مش ألف بقى، القاعدة فين القاعدة هنا؟ زاوية مين بتساوي زاوية مين جيم و قلنا؟ ب. يبقى قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ج. يبقى المثلث نوعه متساوي لإيه؟ الساقين. بتساوي الساقين. طب هنا ب ب 65، يبقى ج برضو بكام؟ برضه ب 65. يبقى ب 65. أنا عايزة بقى طالب منك ألف، هتجيب ألف إزاي؟ ألف أوس ألف. طالب مني ألف. ثانية. وهنا ماشي، ميس جايب لي هي انه اتحلت على هي فكرة، ب 90 مالكش دعوة دب. بدول خلاص، مالكش دعوة بدول خلاص. انا جبت منها بقى، انا عايزة بقى من المثلث بقى الكبير، من المثلث الكبير. مش انت جبت ان ب بتساوي ج؟ ايوه جيب 65، يبقى جيب 65، هات ألف منها. يبقى 65 و65 ناقص 180. بس كده خلاص، خلصت المثال. يبقى اقول 180 ناقص، لازم افتح قوس، لازم افتح السؤال اللي جاي رقم ب ده، كان موجود في المحافظه اللي قبلها واللي قبلها، وانا حلها النهارده مع الولاد اللي انا اديته. يبقى 50. يبقى 180 ناقص 65 زائد 65، بس لازم افتح قوس لازم افتح قوس في ال 65 وال 65، يبقى تساوي كام؟ ألف كده بكام؟ 50. بس خلصت السؤال، كتبناه؟ كتبته؟ أيوة ها؟ يلا ندخل على السؤال اللي بعده، اكتب رقم ب. ألف ثانية. ألف بيت 65 عايز ب، ثانية زائد 65 عاوز هنا ألف ب. كده خلاص دي خلصت. يلا نكتب بقى ب. هو عايز يثبت ان المثلث ج ا ب متساوي الاضلاع. يعني ايه كلمه يعني الزوايا بتاعته كلها زي بعضها. طب ادي رسمه قدامك اهو، مين هنا اللي تعرف تجيبه اول لما تشوفها كده؟ أعرف أجيب اللي هو 120 متجيبة المحيطية صح، برافو. مين اللي هتعرف تجيبها؟ المحيطية. فين هنا المحيطية؟ اسمها ايه؟
صح اللي انت قلته ده اللي صح. هي ألف ألف إيه؟ لأ جيم. جيم، يبقى تعرف تجيب كذا وجيم كذا وجيم، هتبقى بكام؟ جيم اللي هي دي. جيم جيم بتساوي إيه؟ نص المركزية. برافو عليك، يبقى اكتب كده قياس زاوية، اكتبها كده قياس زاوية ألف جيم ب المحيطية. انت قلت يس المحيطية بتساوي ايه؟ يس. ثانية قياس، ثانية بس الجيم اكتب قياس زاوية ال دال لا اسمها ألف جيم ب جيم. المحيطية. ألف جيم ب المحيطية بتساوي ايه؟ نص تساوي ايه؟ نصف المركزية. يبقى نص في كام؟ المركزية إذا يبقى نص في كام؟ تساوي إيه؟ المركزية ستين. اللي اسمها ألف ميم ب، ألف ميم ب يبقى نص في كام؟ نص 22. برافو عليك، نص في 120. نص ال 120 كام؟ نص 120 ال 60. 60. خلاص انا كده جبت جيم ب 60 صح كده. طيب طيب في مين هنا بيوازي مين؟ إيه ثانية إيه هنا إيه جيم اللي هي ده إيه؟ لا ثانية، جيم دال بيوازي مين؟ ده الجيم ب بيوازي إيه اهو مكتوبة اهي، جيم دال بيوازي ثانية مين؟ ثانية جيم ده بيوازي ألف ب. اهو جيم دال بيوازي. كنت انا مديك ان لو انا رسمت دايره وعملت مستقيمين متوازيين، ان الاقواس اللي ما بينها مالها؟ متساويه. الاقواس اللي ما بينهم مالها؟ متساوي. يبقى الاقطار المتوازيه بتحصل اقواس متساويه. طيب انت عندك هنا لازم اكتب كده ج د بيوازي ا ب صح كده. فين الاقوس بقى اللي محصور ما بينهم؟ اهو ده وده. فين الاقواس بقى اللي ما بينهم؟ اسمها ايه الاقواس؟ جيم صح جيم ايه جيم صح. ديل لا مش جيم ده، بناخد اقواس قوس. ألف جيم ألف جيم صح أيوة صح الف جيم وب جيم. وب جيم صح. يبقى القوس الف جيم بيساوي القوس ب جيم. اكتب كده، يبقى القوس ده بيساوي القوس ده. طب الاقواس متساويه، يبقى الاوتار مالها؟ متساوية. يبقى الف جيم بيساوي ب جيم. طالما ألف جيم بيساوي ب جيم، يبقى مثلث متساوي لإيه؟ متساوي الأضلاع. لا متساوي الساقين الأول أهو، ألف ب بيساوي ألف جيم. أنا هكتب إن ألف ب بتساوي ألف جيم صح كده؟ أي يبقى قياس زاوية ألف هتساوي قياس زاوية ب. طب إحنا كنا جايبين جيم هنا ب 60 صح؟ طب هو المثلث كله بكام؟ ب 100 وكام؟ ب 180. يبقى 180 ناقص 60 اللي احنا جبناها على الاتنين، هيطلع برضو ب 60. يبقى كده كل زاوية فيه ب 60، يبقى المثلث نوعه متساوي لإيه؟ الأضلاع. بس كده خلص. سهلة ولا صعبة؟ يعني ولا كده ولا كده. ماشي، أهم حاجة تبقى عارفها. أدي الدايرة ده بيوازي ده، يبقى الأقواس اللي ما بينهم مالها؟ متساوية. الأقواس مالها؟ متساوي. كتبتها الأول بس؟ كتبتها كلها؟ ليه؟ إيه كتبتها ال ولا ماشي؟ جيرسون. لا ما طب اسمع اكتبها الأول كملها. ال
خلاص تمام. يلا ناخد الشكل بقى اللي بعد. بص انا هرسمه ورا، استنى كده بس اشوف الشكل. هو عايز يثبت ان الشكل رباعي ده ايه؟ الشكل رباعي ايه؟ دائري. هو رسم كده دايرة، ورسم كده من النص، رسم كده، ودي اسمها هي، ودي اسمها ميم. يلا رقم بس السؤال. دي اسمها ألف صح؟ دي كانت ألف صح؟ أيوة. دي جيم. يلا بينا نحلها. مش عارفة انت هتبقى فاهم فيها ولا لا. طب هو عايز يثبت ان الشكل الرباعي ده ايه؟ الشكل اللي هو هي دال ب ج ه رباعي دائري. ب ج رباعي دائري. اللي هو ده اللي تحت ده. عشان اثبت ان هو رباعي ده هجيب زاويتين قصاد بعض مجموعهم 180، او هجيب زاوية خارجة بتساوي المقابلة للمجاورة لها. اتفقنا كده؟ تمام. اول حاجة هو مديك هنا ج، منتصف مين؟ أول حاجة اهي هنعملها ج جيم منتصف مين؟ منتصف ه لام. لا، واو لام كلها. واو لام. تمام. ما يلا شفتش نكتب كده ج منتصف واو لام. خلاص كده يبقى ج منتصف مين؟ جيم منتصف واو لام. يبقى دي بتساوي دي صح كده؟ طالما هي في المنتصف يبقى عمودي ولا مش عمودي؟ يبقى بتنصف ولا ما بتنصفش؟ منتصف واو لام. يبقى ميم تمام. جيم. يبقى ميم جيم عمودي على مين؟ ميم جيم عمودي على واو لام. برافو عليك، ميم جيم عمودي على واو لام. طالما دي في المنتصف يبقى ميم جيم. طب طالما عمودي يبقى الزاوية بكام؟ يبقى تسعين. ميم. بس يبقى اكتب له كده قياس زاوية ميم جيم ه بتساوي 90. زاوية قياس اهو الزاوية اللي زاوية ميم جيم ه بتساوي كام؟ تساوي 90. 90. طب تعالى هنا، مش هنا في عندك قطر؟ مين هنا القطر اسمه ايه؟ فين هنا القطر؟ هو القطر اللي هو ألف ب يبقى لازم استفيد منه، يبقى اكتب له كده ألف ب قطر في الدايرة صح؟ أي. طب في زاوية محيطية، في زاوية محيطية في وسط القطر؟ أيوة الألف. في زاوية هنا محيطية مرسومة في نص القطر؟ فين؟ في زاوية محيطية هنا قدامك، فين هي؟ الألف. زاوية. لا مش هاخد الألف، ده ألف ب هنا مع القطر، أنا عايزة في وش القطر. دال. دالي. يبقى كده زاوية دال بكام؟ دير ثانية. ما زلنا هنا ب90. احنا قايلين الزاوية المحيطية المرسومة في نص دايرة بكام؟ نروح ايه لسه قايلين أول الحصة. قائمة اللي هي 90. بس يبقى قياس زاوية دال اكتب له كده قياس زاوية دال بتساوي 90، واكتب له كده محيطية مرسومة في نص دايرة، مرسومة في نصف دايرة. بدل كده بكام؟
يا مس ده كده بكام؟ ده ب 90. ده ب 90. بس اكتب له ده ب 90. طب ما احنا كنا جايبين ان الزاويه اللي بره دي برضو ب 90، يبقى قياس زاويه د بتساوي قياس زاويه ميم ج. ايه اكتب له كده؟ قياس زاويه د بتساوي قياس زاويه ميم ج، يبقى الزاويه الخارجه بتساوي المقابله للمجاوره ايه؟ خارجة من قبل المجاورة لها بس يبقى الشكل الرباعي ايه؟ دائري. طب قول لي كده ايه خطوط الشكل الرباعي الدائري؟ كنا واخدين الزاوية الخارجة بتساوي المقابلة لها، ماشي المقابلة المجاورة، للمجاورة لها، المقابلة للمجاورة لها ايه تاني؟ الزاويتين المتقابلتين متكاملتين، ماشي و كان كمان قول زاويتين مرسومتين على قاعدة ايه؟ زاويتين واحدة متساويتين بالقياس، زاويتين متساويتين مستويين بالقياس بالقياس مرسومتين مرسومتين على على قاعدة. قاعدة واحدة. خلاص كده اتفقنا. ونقطة في المستوى على أبعاد ايه؟ متساوي متساوي. خلاص كده اتفقنا، كتبت السؤال كله خلاص. يبقى قياس زاوية د أي بتساوي اتنين ج ه، وممكن اكتب له بقى زاوية خارجة بتساوي المقابلة لها، المقابلة للمجاورة لها. خلاص كده يلا اللي بعده. تمام. مش ثانية واحدة بس، الرسمة دي مهمة جدا على فكرة، دي تمام مس جيتم. يلا بينا نبدأ. شيء بص احنا هنحل دلوقتي دي ماشي، اللي بعدها دي على فكرة مهمة جدا، بتتكرر كتير قوي في الامتحانات، اللي هي ألف ب وألف ج قطعتين ممستين. يعني أنا النهاردة حلها 3 مرات في الامتحانات اللي احنا حليناها. يلا نحل اللي بعدها. طيب هو ده دايرة مرسوم جوانا شكل رباعي، اتفقنا؟ اسمه ألف ب ج. على كده هي دايرة مرسوم جواها شكل رباعي اهو، ألف ب ج د. طب نديك ده وده. طب هو لازم أبدأ أول حاجة إن ألف ج بيساوي ب إيه؟ عشان القطرين متساويين. ألف ب ألف بيساوي جيم بيساوي دال ب بيساوي ب د. برافو عليكي، يبقى لازم أبدأ بكده. ألف ب بيساوي ألف جيم بيساوي ألف دال به لا دال ب د، ألف ج بيساوي ب د. ودال طيب ألف بتساوي جيم ب لا انت بص، مش احنا خدنا هنا ان ألف ج مش ألف ب، اسمها ألف ج بتساوي ب د. طب ألف ج اهو، مين القوس اللي قصادها اهو؟ القوس بتاعها اسمه ايه؟ ألف جيم ألف ج. لا ما ينفعش بقى أقول ألف ج، أقول ألف د ج، لازم أقوله كله. ألف دال جيم خلاص. طب القوس التاني مين اللي قصاده؟ اهو اللي هي ب د دي، مين اللي قصادها؟ دال ب ب جيم دال لا لازم نقراها كده ماشي، اهو دي كده قصادها، ودي دي كده قصادها، لازم نقراها كلها ماشي. يبقى اول حاجة تمام. نكتب الف، ان الف ج بتساوي ايه؟ ألف جيم بيساوي ألف بهدل بهدان. طب ألف ج قلنا مين اللي قصاده، يبقى أقول ألف ب ج ألف الحروف، ب ألف دال جيم. وممكن آخد دي اللي قصاده، يا دي يا دي، هي ماشي، ممكن آخد دي أو ممكن آخد دي. تمام بيساوي القوس التاني اسمه إيه؟ ب ج د أهو، ب ج د أهو. خلاص كده اتفقنا. تمام
كده فيها مشكلة. يبقى احنا خدنا مين؟ ألف ب ج كلها، دي ألف ب ج كلها. طب هو جايب لي في المسألة، هو جايب لي مين؟ جايب لي ألف ب صح؟ جايب لي ده صح، صح كده؟ أيوة يبقى أنا المفروض أيوة لازم أشيل مين؟ يبقى مين اللي هشيله؟ مين اللي هحذفه؟ ب مين؟ بيجي بس يبقى أكتب كده، كل اللي أكتبه بالطرح ب ج، القوس ب ج، يبقى هيبقى لك مين؟ أ ب. هو لو شلت ب ج ما هيبقى لي مين هنا؟ أ ب، والناحية التانية يبقى لي مين؟ ج د. يبقى بطرح مين؟ طرح به جيم. بس يبقى بقى لك مين؟ أ د، أ ب، وده ج. يلا بقى نعوض، يبقى عندك أ ب بيساوي ج د. يلا شيل أ ب وحط الرقم بتاعها اللي هو جايبه في المسألة. ألف ب عندك بكام؟ ألف ب كاتبها في المسألة بكام؟ في المسألة كاتبها، أنا كنت شايفاه كاتبها بكام. ألف ألف ب ب ب 3 سنتي ناقص 5 سنتي 3 سين قصدك؟ 3 سنين تلاتة ناقص سين 5. ناقص 5 وبتساوي، أشيل بقى جيم ده وأكتب برضو الرقم بتاعه. ج د بتساوي س ز 3. سين زائد 3، عايزين نحلها بقى، عايزين نجيب سين، نعمل ايه هنا؟ هنعمل ايه هنا بقى؟ هاخد السين اوديها جنب السين، واخد الخمسة واوديها جنب التلاتة، كأنك بتجيب السينات جنب بعضها والأرقام جنب بعضها. عايزاك انت تكملها، يعني مش كده؟ هاخد معاها السين، هتبقى سينوس 2 ناقص 5 و3 زائد 3 زائد 3. لا اللي انت قلته ده، لا لا هاتي السينات يا حبيبي جنب بعض. يعني دي كام سين؟ تمام. سين و3 ناقص 3. طب واحدة واحدة معلش، دي 3 سين صح؟ ايوه المفروض في حال المعادلة انزل ال3 سين زي ما هي، واجيب السين الناحية التانية جنبها. طب هي السين اللي الناحية التانية بالزائد ولا بالناقص؟ بالزاي يبقى لما توديها هتوديها بالايه؟ بالنص يبقى ناقص س بتساوي، واخد الخمسة هنا اشوفها هي بالناقص ولا بالزائد. الخمسة هنا بالنص يبقى توديها جنب التلاتة بالايه؟ بالزاي. بس يبقى 3 زائد 5. بس هي دي الفكرة، هي دي فكرة الحل اصلا. تاني انا بكتب اهو أ ب بيساوي ج د صح كده؟ هنشيل أ ب ونكتب مكانها 3 س ناقص 5، واشيل الجيم د واكتب مكانها كام؟ السين زائد 3. الفكرة ايه بقى؟ انا باخد السينات هنا والارقام هنا، بس لازم لما اخد السين اوديها بعكس الاشارة، لما اخد الخمسة اوديها بعكس الاشارة. يبقى 3 س هتجيب منها، هتجيب جنبها مين؟ 3 سنين عين جنبها سين يبقى 3 س ناقص ولا بالزائد؟ هنا جايبها له بالسيد أو ده بالنقص. يبقى ناقص س، وهنا ودي 3 زائد 5 عشان الخمسة هنا بالنقص. 3 س اشيل منها س، هيبقى لك كام س؟ ها؟ سين واحد لا 3 اشيل منهم واحدة، هيبقى لك كام؟ مين يبقى 2 س، و3 و5 8. بعد كده هقسم على الكام؟ فين على الاتنين، على الاتنين 8، على الاتنين فيها 8 4. بس فيها الـ4. خلص السؤال، فهمنا الفكرة بتاعته؟ ها؟
ايوه كتبتها؟ السؤال اللي بعده، انت لو حليت لوحدك يبقى انت فاهم ومذاكر، لان السؤال ده جالك مرتين قبل كده، وانت كان كنت حله في الواجب وكنت بعتهولي. انا هشوفك الاول انت هتعمله ازاي، يعني انت هتقوله لي شفوي الاول. خلاص كده، يلا السؤال اللي بعده اللي هو ده، عايز اول حاجه يجيب قياس زاويه، هتجيب الف ازاي؟ السؤال ده بيجي بثلاث اشكال، مره يجيب لك الف، ومرة يجيب لك الزاوية دي، ومرة يطلب ألف، ومرة يطلب الزاوية دي. طالب هنا ألف، هتجيب ألف هنا إزاي؟ أو فكرة الحل إيه؟ محمود معايا؟ الو الو الو، مين سرقني واللينك مش شغال؟